مهم قوي يكون لازم نشوف بعض ولازم نتكلم مع بعض. اولا عشان اشكركم على مجهودكم وعشان ابارك لكم، لكن لاحظوا ان احنا لسه في وسط الموسم، يعني دي بدايه الموسم، لازم يكمل كويس ان شاء الله باذن الله. وعاده الرياضي او البطل الحقيقي مش اللي هو بيكتفي انه كسب مره أو كسب مرتين أو كسب ثلاثة. البطل الحقيقي قدامه دايما الكاس، قدامه دايما البطولة. المكسب ده خلاص ورا ظهرنا، نفكر في اللي جاي. وانتوا ما شاء الله عليكم، يعني إن شاء الله انتوا نجوم المستقبل. يعني انتوا انتوا والشباب اللي هو بعديكم كمان في السن، احنا بنهتم بيهم جدا، لأن هم ده التاريخ لازم يتواصل. وانتوا بتكتبوا تاريخ بس دلوقتي وانتوا لسه صغيرين، لكن انتوا ان شاء الله امل للنادي للمستقبل باذن الله. للي عاوز، يعني ايه للي عاوز؟ للي هيضحي وهيلتزم وهيبقى بيتمرن كويس جدا وروحه عاليه جدا، اللي عايز يستمر. اللي مش عايز يستمر بيبان واحد ورا واحد ممكن يقع، مش هيكمل. لكن يا شباب عندنا امل في كل واحد فيكم، سواء كلاعبين او حتى جهازكم الموجود، ان احنا عندنا ذخيره كويسه، احنا عندنا مستوى، او يعني مستوى الشباب بتاعنا كويس باذن الله. مش عايز الكلام ده ناخده بنوع من انواع الغرور. الغرور بالنسبه للرياضي يعني مات. انا كنت رياضي. الغرور بالنسبة للرياضي، الرياضي اللي يحس انه عمل حاجة وينام عليها، ده مش رياضي او ده مش بطل. الرياضي دايما شايف البطولة، هو ده الهدف اللي احنا عاوزينه. الرياضي مش بس موهبة ربنا اداها كل واحد فيكم، كل ربنا انعم عليكم كل واحد بموهبة معينة. حفظ الموهبة دي انك تحمد ربنا سبحانه وتعالى، لأن نعمة كبيرة ربنا يا رب يمتعكم بيها ويحفظها من الزوال. أنت تزول الموهبة وأنت تزول التوفيق الله لو أنت تعاليت، لو أنت اكتفيت، ممكن ساعتها ربنا يرس ودانك، يعلم عليك شوية اللي هو رحيم بينا كلنا. لكن احنا نشكر الله ازاي؟ بالشغل وبالمجهود وبالجدعنة وباحترام النادي وجماهيره وكتاب التاريخ. هنا بإذن الله لو كلنا صادقين في ده نقدر نعمل حاجة كويسة. وأنا بتكلم معاكم النهاردة عشان أنا عارف إن أنتوا كنتوا صادقين الفترة اللي فاتت دي. كل واحد فيكم، أنا اتفرجت على ماتشاتكم، كل واحد فيكم صادق، وما رضيتش أتكلم إلا بعد ما البطولة خلصت عشان أشكركم زي ما قلت لكم، وعشان أهنيكم على أدائكم. عايز كمان اقول لكم حاجه، بقول لكم انا عندي احفادي تقريبا قدكم، انا احفادي الكبير عندي 15 سنه والصغير 9، الحمد لله ربنا رزقني بست احفاد. فانا بقول لهم الكلام ده زي ما بقول لكم، ان احنا عايزين انسان كويس، احنا كنادي عايزين انسان كويس، عايزين رياضي كويس طبعا، وعايزين انسان كويس، وكل اهليكم عايزه انسان كويس. ابوك وامك اكتر ناس حابين ان هم يشوفوكوا احسن منهم ويشوفوكوا في احسن مراتب. ازاي انت بقى تعمل ده؟ ربنا انعم عليك في مكان كويس. عشان كده بقول لكم لازم احنا كمان للكوادر اللي جايه كل المجالات، لاعب، مدرب، اداري، عضو مجلس اداره، رئيس نادي، اي مجال، انتوا المستقبل اللي جاي.
لازم تتمسكوا اولا ب القرب من الله سبحانه وتعالى. عارفش مين فيكم لازم كلنا ايه التوجيهات الدينيه اللي احنا ممكن نهتم بيها علشان ربنا يرضى عنا ويوفقكم في اللي جاي. والدك ووالدتك ازاي ان احنا نبقى يعني مطيعين ليهم، مذاكرتك ودراستك ازاي بتفوق، عايزين انسان كويس، رياضيا كويس، دراسه كويسه، دين كويس، علاقاته بالناس طرم كويس، والبعد عن اي صديق سوء ممكن يضركوا في المرحله انتوا فيها دلوقتي، ممكن يضركوا في مرحله انتوا. انا بقول لكم الكلام ده لان انا كنت قاعد مكانكم كده وانا في سنه اولى ثانوي. كان عندنا يعني واحد من المجموعه بتاعتنا، كنا في مدرسه داخل اسمها ثانويه رياضيه، كل مواهب مصر في كل الالعاب موجوده في المدرسه دي، وصديق سوء كده للاسف بيشرب سيجاره فبيعزم على الناس، محدش تجاوب معاه، محدش تجاوب. هيتعرض عليكم الحاجات دي وهتمروا بالحاجات دي، عشان كده انا بقولها لكم حافظوا على نفسكم، ان ربنا انعم عليكم صحه كويسه الحمد لله، بموهبه، بعيله كويسه، بنادي كويس. حافظوا على نفسكم، اشكروا الله سبحانه وتعالى دايما، واي بطوله ربنا يكرمكم بيها نخليها في ظهرنا خلاص ونبص اللي جاي. تاني بكرر شكر ليكم وكل افراد الجهاز بتاعكم. مش عايز اجي بعد كده احس ان انا غلطت، ان انا في وسط الموسم كويس وهنتكم او كافئتكم. برضه عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، يعني كلنا عشنا السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات ده موسم تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي في كل حاجه، رياضيا وغير رياضيا. وانا في الحفله لو حد فيكم شافها وسمعها قلت اللي جاي صعب، كررتها 3 مرات، صعب وصعب جدا وصعب جدا جدا، لان انا عارف النوعيه، احنا ناس عرب وعاطفيين، اكسب شويه ولا اكسب مره ولا مرتين خلاص بقى الدنيا تقع او اتغر كافه تترفع لفوق. مفيش كده، مفيش كده. كل ما تحس ان انت من جواك كده نسبه غرور دخلت او نسبه طمانينه دخلت، فوق نفسك، فوق نفسك. عشان كده احنا ابتدينا الموسم ده بنعاني في معظم الحاجات، يعني لازم خلاص احنا كده بنفوق تاني، نرجع تاني اللي احنا المفروض ان احنا نكون عليه. زي ما قلت لكم يا شباب، تاني بكرر شكر ليكم، وبكرر قلقي من اللي جاي، عشان مش عايز حد بعد القعده دي كتافه تترفع ومخه يكبر وانا ما حدش قدي. مفيش حاجه كده خالص، بس انا كل اللي انا كنت عايز اختم بيه حقيقه، او كنت عايز كمان ابتدي بيه، عايزين كل واحد حضراتكم كده في صلاته بندعو يعني لزميلنا العمري ان شاء الله يقوم بالسلامه باذن الله، وربنا يا رب ينجيه ويشفيه ان شاء الله. Thank you. The actor was very nice from the president. I think all the players. كانت لفتة طيبة من الكابتن محمود الخطيب. كنا سعداء بهذا التكريم. Which is the Murtabit League for boys and the great job. نحن هنا نحتفل بتحقيق بطولة دور مرتبط للشباب. وأيضا نحتفل بالأداء الرائع لفريق المرتبط بنات. حتى الآن كانت هناك خطة موضوعة منذ 5 أشهر مضت. وبذلنا قصارى جهدنا لنحقق أهداف الخطة، ولهذا أنا فخور بفرق المرتبط.
And for these reasons I'm very happy and I hope that in the future more things will come. جزء مهم من عملي هو إعلاء روح التعاون لفرقة المرتبط والعمل على تنمية مهارات اللاعبين وإحراز تقدم في مستواهم ليكونوا على قدر التنافسية وإعدادهم للفريق الأول وهذا ما نحاول فعله. Good basketball players. ده شرف لينا النهارده ان احنا نكرم من كابتن محمود خطيب. بداية موسم قوية الحمد لله، ربنا كرمنا، يمكن فريق مرتبط ربنا كرمه الحمد لله، كسبنا ماتشين للأسف احنا بس مرتبطين بالدرجة الأولى فما حصلش توفيق، وده وارد جدا. السنة اللي فاتت الدرجة الأولى واخدة كل البطولات تقريبا، السنة دي الحمد لله الفريق عمل شغل عالي جدا وتعب جدا معانا وكان في تحديات كبيرة جدا، وربنا كرمنا الحمد لله وكسبنا النهائي وعملنا اللي علينا، وبدليل ان الكابتن خطيب النهارده بيكرمنا، وده بالنسبة لنا في حد ذاته بطولة لوحدها. كابتن خطيب وجه لنا طبعا كلام، وجه للعيبة نصايح، الموضوع مش قصة بطولة ولا ماتش كسبته، القصة الحكاية كلها بتبدأ من دلوقتي. احنا عندنا بطولتين، عندنا بطولة المنطقة وبطولة الجمهورية، وان شاء الله باذنك يا رب احنا وعدنا كابتن خطيب كابتن خالد العوضي ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب بطولتين، وان شاء الله باذن الله اخر موسم كابتن محمود وعدنا ان هو هيقابلنا تاني ويكرمنا تاني ان شاء الله باذن الله بالكاسين باذن الله. والله الحمد لله احنا يعني السنة دي كان تحدي، انا كنت جاي من قطاع الولاد زي ما انت عارفة، احنا السنة دي قطاع البنات وكان تحدي كبير مع كابتن مودي وكابتن داني، وحطينا البلان بتاعتنا ان احنا على اللونج ران ان احنا محتاجين ندعم الدرجه الاولى، والحمد لله كابتن طارق خيري النهارده بيصعد من 4 لـ5 لعيبه في الدرجه الاولى، وهو شايف ان هو على اللونج ران هيبقى ليهم مستقبل ان شاء الله. زي ما كابتن محمود قال، كابتن محمود خطيب قال برده ان احنا محتاجين ان احنا ده الجيل القادم وده الجيل اللي جاي وده الجيل اللي هيبقى محتاج ان احنا نشوفه الفتره اللي جايه ان شاء الله في الدرجه الاولى. جيل بيسلم جيل زي ما كابتن محمود قال. فكره الفرقه السنه دي لان الفرقه كان محتاجه دعم فني، دعم معنوي، دعم نفسي، وده بصراحه الحمد لله كان ساعدني فيه كابتن مودي جرحي وكابتن داني، وربنا كرمنا الحمد لله زي ما شفت ان احنا وصلنا للنتيجه في 4 شهور 5 شهور، كان شغل الحمد لله صبح وليل، والتفاصيل كنا بنقف على كل تفصيله صغيره قبل الكبيره. البنات كانوا على قد المسؤوليه، بشكرهم وبشكر الجهاز المعاون كابتن سعد كابتن شيماء الاداري كابتن دكتوره فاطمه، المنظومه كلها الحمد لله كله كان كتف في كتف، كله كان على قلب واحد، كله كان تارجت واحد، كله كان تارجته ان احنا ناخد بطوله، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. انا شايفه ان هو بيدينا سبورت وثقه في نفسنا، يعني ان احنا نأدي احسن وان احنا ما نزعلش، يعني ان احنا ما اخدناهاش في الاخر، احنا عملنا اللي علينا، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا في المنطقه والجمهوريه الجايين ان شاء الله. طبعا انا مبسوطه جدا ان كابتن محمود الخطيب بنفسه جه كرمنا، ده شرف لينا، وطبعا بيدينا حافز ان احنا نكمل وناخد كل البطولات، وده شرف لينا طبعا. يعني صراحة احنا كلنا مبسوطين جدا، وكلنا كان نفسنا الصراحه نشوفه ونتصور معاه وكده ونسلم عليه، الصراحه احنا بنحبه قوي. يعني مبروك للنادي الاهلي، طبعا حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا التكريم من كابتن محمود، قامه كبيره جدا لاسطوره النادي، حاجه كبيره للاولاد في السن ده، وان شاء الله ان شاء الله نفضل مشرفين، ويعني مشرفين النادي في البطولات الجايه باذن الله. اولا بالنسبه للتكريم بتاع الكابتن محمود، ففعل كل اللعيبه كانوا منتظرين انهم بس يتصوروا مع الكابتن خطيب، وكابتن خطيب قال لهم على شويه نصايح لو اتبعوها هنكسب كل البطولات ان شاء الله. اما بالنسبه للصعوبات، ولقينا 4 لاعبين أساسيين سافروا أمريكا، فبالتالي يعني لازم نجهز لعيبة تانيين مكانهم، وهم أصلا يعني كانوا جاهزين يعني. الحمد لله ربنا كرمنا ولعبنا الماتش النهائي بتاع المرتبط وما عندناش ولا إصابة الحمد لله. طبعا كان في شوية صعوبات إدارية، كان الكابتن موجي على طول ياخد مني الورقة مثلا صرف مثلا طلبية الأدوية، كان الكابتن موجي الأول كان بنعطي 4 5 أيام عقبال ما تصرف، كابتن موجي ياخدها مني يطلع نشاط الرياضي يقول لي أهو على الصرف على طول. فطبعا في حاجات إدارية كتيرة كده سهلوها لنا، والحمد لله يعني دي برضو من أسباب الفوز للفريق. اولا بحب اشكر كابتن محمود خطيب، دي لفته حلوه جدا منه، اللعيبه كلها ما كانتش مصدقه ان كابتن محمود خطيب هيكرمهم، ما حصلتش قبل كده لاي فرقه من الفرق الصغيرين، فلازم نشكره على اللفته دي.
ثانيا الحمد لله على البطولة. احنا بطولة صعبة جدا من اولها، كل الماتشات صعبة، كل الجيمات كانت في الملعب، واحنا مرينا بظروف ان في لعيب اتنين لعيبة سافروا، فدخلنا بالتيم مش كامل، بس الحمد لله اللعيبة اللي عندنا كانت رجالة، وكابتن محمد تعب جدا مع الفرقة، وكابتن كريم، وكابتن احمد حسب النبي، وكابتن مودي الجرحي طبعا هو اللي عامل كل الشغل معانا بصراحة، كل حاجة بنطلبها بتكون خلصانة، دي حقيقة، فلازم نشكر الجميع بصراحة، واللعيبة الحمد لله طلعت رجالة وقدم مسؤولية. طبعا هو كان حاجة مفيدة لينا ان نقعد مع كابتن زي كابتن الخطيب ويقول لنا نصايح ومعلومات اللي عنده عشان يفيدنا بيها، وطبعا فادنا كتير. طبعا احنا عملنا اكتر حاجة عندنا عشان نقدر نعمل انجاز زي ده ونكسب من غير ولا خسارة ونساعد الفيرست تيم. طبعا دي يعني اقل حاجه نقدر نعملها، واحنا اشتغلنا كتير اول السنه. كان شرف لينا طبعا ان هو يكرمنا، واحنا طبعا انبسطنا جدا ان هو جه يكرمنا، واحنا اجتهدنا عشان نوصل ان احنا نتوج. قال لنا اللي احنا يعني انا طبعا لازم اسمع الكلام اللي هو قاله، وده كلام مهم اللي احنا نركز فيه. هو كان قال لنا اللي احنا نقرب من ربنا ونبعد عن الحاجات اللي ممكن تلهينا عن الرياضه. الحمد لله طبعا احنا تعبنا كتير قوي، كل ده بفضل المدير الفني وكل الجهاز الفني بتاعنا، كل الفريق كله تعب من اصغر واحد لاكبر واحد. الحمد لله كسبنا، الحمد لله ربنا وفقنا في كل الماتشات. طبعا تكريم النهارده ده يعني حاجه كبيره جدا، كابتن محمود الخطيب اسطوره كبيره ولازم نتعلم منه، وكمان كان كلامه كبير قوي بس، والحمد لله كسبنا المرتبط يعني الحمد لله. طبعا شرفنا ان احنا نكسب بطوله كبيره زي دي، وتشرفنا اكتر ان كابتن محمود الخطيب هو اللي كرمنا بنفسه، وحاجه تفرحني جدا يعني ان انا اعرف ان في اهتمام علينا زي ما في اهتمام على الفرقه الكبار. طبعا شرف لينا كبير جدا ان كابتن محمود الخطيب يجي يتكلم معنا ويدينا من خبراته، ادينا خبرات كتير ان احنا ما ندخلش غرور جوانا ولا التكبر، وان احنا نمشي على رتم واحد عشان ان شاء الله نكمل على البطولات، ناخد كل البطولات بيت الموسم. الحمد لله احنا تعبنا، وبنشكر الجهاز الفني كله من كابتن داني، كابتن محمد اشرف، كابتن مودي الجرحي، والفرقه بسم الله ما شاء الله احنا عملنا كل اللي علينا، والزياره لكابتن محمود الخطيب عملها لنا دي شرف لينا كلنا وشرف لاي حد في النادي الاهلي، ادانا كتير من خبراته، وباذن الله نكسب من نهايه الموسم ونعمل زياره ثانيه ان شاء الله.